هو الحقيقة كان شرف عظيم حقيقي ان انا اكلف بعمل زي ده، لان الواحد ساعات تماثيل التشخيصية بالذات يعني احيانا بيبقى حظك حلو انك تقع في شخص او فيجر يبقى شكله حلو في النحت ويديك تمثال حلو. احيانا تلاقي في شخص هو مهم وكل حاجة بس يجي تعمله تمثال وتتصرف يطلع كارثة، ما جسمه مش مدي. لكن صالح سليم بشكله وطريقة حركته وكاريزمته كان يدي تمثال حلو جدا، فأنا كنت محظوظ في الحكاية دي الحقيقة يعني. هو أول المشروع لما اتعرض على 15 فنان، اقترحت الفكرة على 15 فنان، كان مجلس إدارة النادي الأهلي وعمل الموضوع بشكل احترافي جدا. لما اتعرض علينا المشروع أنا كنت من حظي إن أنا كنت ضمن ال 15، طلبوا مننا نعمل سكتشات رسومات للفكرة. لما عملنا اختاروا مننا ثلاثة، طلبوا مننا نعمل ماكتات صغيرة لشكل الفكرة، والحمد لله لما عملنا الماكتات تم اختيار المشروع بتاعي يعني. فهي القصة مش انك تعمل الشبه وبس، القصة انك ازاي تعمل حالته وشخصيته من جوه يعني. انا من بعد لما اتعرض التمثال كنت شفت اتنين ستات كبار بيتكلموا من ظهر التمثال، فكانوا بيعلقوا الباب بتقول وانا ومش عارفاني، بتقول وانا شايفاه من ظهره صالح سليم. دي كانت حقيقه اهم شهاده انا سمعتها يعني، لان الموضوع مش شكل الوش وخلاص. فانا ازاي كان هممني ازاي اعمل حاله صالح سليم يعني. حاله صالح سليم عند الناس هو نجم سينما وجان قوي جدا يعني، مميز يعني وسط السينمائيين، وكان لاعب كرة هايل يعني، وشخصية إدارية قوية. فأنا مش عايز أعمل حاجة واحدة من دول، أنا عايز أعمل كل ده في الفكرة بتاعتي. فاجتهدت حقيقي وفكرت كتير وعملت اللي حضرتك بتقوله ده كله وجربت، لكن استقريت في الآخر على إن الحالة دي اللي مرتبطة في ذاكرة أكبر قطاع من الشعب المصري هي هتعبر عن صالح سليم. ولما بتعمل برضه شخص تمثال لشخص وهو في ريعان شبابه وفي عز قوته الجسمانيه، وانت حريص طبعا ان دي شخصيه رياضيه، ده في النحت بيديك حاله اقوى. براندي كده اسمه اخلاق النادي الاهلي يعني، ما ينفعش تقول اخلاق نادي تاني يعني، اخلاق النادي الاهلي فانت تكمل بقى يعني قيمه عاليه ومواسم كده. فده من الناس اللي اسست مبادئ وأسس وقيم النادي الأهلي وأخلاقه يعني. فأنت بتتعامل قصاد قيمة مهمة، وكلنا كجيل يعني تربينا على دوت. وأنا والدي الله يرحمه كان من أهم مشجعين النادي الأهلي ومن المحبين جدا والمتابعين لصالح سليم، فأنا عارفه من وأنا طفل طبعا يعني، معرفة قوية. اجتهدوا جدا جدا إن هم يحطوه في أحسن مكان، كانوا فرحانين جدا بالتمثال يعني، لأن كلهم كانوا بيحبوا الشخصية جدا. لغاية ما استقرينا بقى كانت في مقاولات النادي الأهلي 2007، وكانت مناسبة كويسة وكان لازم نحطه. لفينا في النادي وقالوا لي في مكان كويس عايزين نشوفه، فروحت حقيقي شفت المثلث الجميل اللي محطوط فيه ده، زي ما يكون معمول من ساعة ما اتنشأ النادي ان يتحط فيه تمثال بالمواصفات ده. احنا دايما في مجال الفن التشكيلي لما يبقى عندنا معرض او كده يعني، معروف ان في قطاع معين من الجمهور هو اللي بيروح، فالقاعة بتبقى زحمة وكل حاجة وكده. لكن اول مرة كنت اشوف مشهد زي ده، كمية البشر دي في افتتاح بالنسبة لي عمل فني وبالنسبة لي بتاعي يعني، فكانت حاجة جديدة عليا وما شفتهاش قبل كده، وكنت سني لسه صغير يعني، فمشهد مش هيتكرر تاني في ذاكرتي، ما مشيش لغاية دلوقتي. حتى لما حدث بيتكرر وكده وأحس إنه بنفس المستوى، لا بستعيد المشهد بتاع افتتاح صالح سليم من الأول. كان يوم مبهج ومفرح، وبالنسبة لي من أهم الأيام اللي عدت عليا يعني.